السلام عليكم انا سائق طاكسي من مدينه وجده كان نمارس مهنة ديال الطاكسي منذ خمس سنوات ما عمر وقع لي هاد هاد واحد لاغريسيون حتى اليوم ما بيا ما عليا خدام جيت مجيت ماكدونال و كيما العاده زبائن ما غير مشكوك فيهم ريدوني انا ما ما قالوا لي المحرش قلت لهم طلعوا كي ما ما عادي يبقاو لا هو الزاجه هود هذه المهم ديتهم ما بينا ما علينا كي لواحد البلاصة المضلامة. بقيت أنا بحال اللي ما بغيتش نزيد بهم ديك البلاصة مظلامة قالوا لي لا زيد دور منا دور منا راكو عارفين البنادم اللي يكون باغي يكريسيك هاو شا غادي غادي يكون دار بالحساب باش باش يكريسيك ولكن أنا بغيت نزلهم غير في واحد البلاصة مضوية قالوا لي لا زيد منا زدت شوية اذا ما علي ما, حتى يجبد لي الموس كي يجبد لي الموس دار لي دار لي في, في العنق ديالي قال لي جبد لي عندك قلت له راه ما عندي والو المهم بقاو فتشوني فتشو داو التليفون داو داو الفلوس ما خلاوليش حتى حاجه في, في الطاكسي والكونتاكت هو كانوا غادي يديوه احترموه ليهم مشيت جبتو وكنطلب من هذا المنبر كنطلب المسؤولين باش 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 يتخذوا الاجراءات باش يتخذوا الاجراءات وانا كان 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 طالب بالمسؤولين وجلاله الملك باش يشوف من حالنا احنا مدينه وجداره فيها لي بزاف وكل نهار كان كنسمعوا كان حاله ديال لاغريسيو راه كنت تشوفوا الاحداث الماضيه راك غادي تسمعوا الطاكسيور بزاف كانوا تكريساو وانا بغيت انا هاد بغيت انا هاد هاد النداء هذا يوصل لجلالة الملك نصره الله باش يشوف من حالنا وصفتنا الامن الامن اللي جاد يقضي عن جداره واستحقاق وكان كان كنتمنى هاد النداء يوصل يوصل في اقرب وقت